لهذا التوث. زين ليش نسوي اكستراكشن لهذا التوث؟ لان دا يسوي لي فورس على السفن اوكي وقريب من النيرف هذا الانفيريور ليفيلر نيرف. نشوفه بقى الانفيريور ليفيلر نيرف شلون ممتد من هنا وجاي يغذي كل الاسنان ويسوي لي فورس عليه من على السفن، وبالتالي ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ريزوبشن للبون وريزوبشن للتوث وممكن يكون بينفول. فلذلك ايش يسوي لي؟ يسوي لي سيرجيكال اكستراكشن. بالنسبه للابر، الابر الاتجاه مالته العكس، هذا اتجاهه ميزيال، الابر اتجاهه باتجاه الديستال. يعني رب العالمين الابر خالهم باتجاه باتجاه الديستال سايد، يعني بدل ما هذا يكون ميزيال سايد الابر ايش راح يكون اتجاهه؟ اتجاهه بالديستال سايد. وكل ما يكبر البون ايش راح يسوي؟ يبدي يتجه وينزل ويصير بي اروبشن. هذا بالنسبه لمن؟ للابر. ونشوفه، نشوف الابر دائما اتجاهها باتجاه الديستال سايد. هاي صوره وهاي صوره بعد الاروبشن شلون كان هنا هو الميديال، بعدين يبدي يصير هيك يصير بي اروبشن، وهذا اتجاهها بالديستال وبعدين يبدي يصير بي اروبشن. اوكي هذا بالنسبه لمن؟ الاروبشنز اوف مولز. زين نجي على المحاضره الاخرى وهي محاضره الشيدنج اوف ذا تيث. الشيدنج شنو معناها؟ الشيدنج هو نورمال فيزيولوجيكال بروسيس، نورمال فيزيولوجيكال بروسيس ليدنج تو شنو؟ ليدنج تو ريزوبشن اوف ذا برايمري تيث، ريزوبشن للبرايمري تيث، وينتهي حتى يطلع بداله من هو البيرمننت تيث مثل ما نشوف هنا. اذا ريزوبشن المن للبرايمري تيث، هذا برايمري باع هنا الروت ما تختفى، وهذا هنا جزء من الروت اختفى، هنا جزء من الروت اختفى حتى يطلع بداله من هو البيرمننت تيث. زين شيدنج شلون يصير؟ قال لك الشيدنج يصير نتيجه انه اكتيفيتي مال خليه اسمها اودنتوكلاست. اودنتو يعني سن، كلاست مهدمه السن. الاودنتوكلاست بالضبط نفس شغل الاوستيوكلاست ونفس شكلها ونفس مواصفاتها، هي مونوسايت تجي من البلاد سيل من البلاد فيزلز تقعد على التو سيرفيس هنا مال البرايمري تيث، تلقاها دائما على السيرفيس الروت سيرفيس مال البرايمري تيث. الانهانسمنت بس يجيها انهانس من هو الاكتيفيتي، من يسوي لها انهانسمنت او فعاليه؟ البيرمننت تيث. بس يطخ البيرمننت تيث الروت مال البرايمري تيث راسا تصير بها فعاليه. ايش راح تسوي؟ تهدم التوث اللي موجود البرايمري، تبدي تاكل الروت مالته وتسوي له ريزوبشن والكراون لحد ما يختفي ويطلع بداله من هو البيرمننت تيث، يطلع بمكانه من هو البيرمننت تيث. فالاودنتوكلاست وين موجوده؟ موجوده على السطح مال من؟ موجوده على السطح مال الروت مال البيرمننت مال البرايمري تيث، مال البرايمري تيث. يعني وين موجوده؟ من نشوف الرسم هنا هذا السطح، هاي هنا تلقى هنا خليه اودنتوكلاست. اودنتوكلاست مو اودنتوكلاست مو يعني تشيل بس الدنتين، اودنتوكلاست يعني تشيل التوث كله، تاكل السمنتم تسوي ريزوبشن للسمنتم وتسوي ريزوبشن للدنتين وتسوي ريزوبشن للانامل حتى بالكراون حتى تخفي ويجي بداله من هو؟ يجي بداله البيرمننت تيث. زين هنا البيرمننت تيث قلنا لينك بالنسبه لللور اللور انتيرير يبعد لينجوال المن للبرايمري تيث، فلذلك البرجر وين راح يصير عندي؟ على اللينجوال سايد، فهذا السايد كله راح يصير عندي بريزوبشن، وهذا السايد هنا الليبيال سيرفيس ما راح يصير بريزوبشن. فلذلك الاسنان مال الاطفال بنجي نشوفها، الاطفال بنجي نشوف عندنا هنا صوره هذا، ونجي نشوفه هذا التوث من يصير بي موبيليتي راح يطلع، يطلع الكراون وطالع منه في جزء من الروت اللي هو يا جزء الليبيال سيرفيس، بينما اللينجوال سيرفيس مال الروت راح نتيجه البرجر مال من؟ نتيجه البرجر مال من؟ مال التوث جر مال بيرمننت على اللينجوال سايد فقط، على اللينجوال سايد فقط. يعني البرجر اللي راح يصير هنا يذوب لهذا السطح فقط، وهذا السطح راح يبقى. فلذلك تسحب التوث من تسوي لك اكستراكشن للبيدو، يعني تقلع سن البيدو او هو ينقلع، تلقى كراون وبجزء بسيط منين؟ من الليبيال سيرفيس مال الروت. احيانا لا، كل هذا الجزء كله يختفي نتيجه البرجر، انه حركه البيرمننت كراون، بيرمننت كراون حركته بهالاتجاه بهالاتجاه، فيخفي لي هذا الجزء اللينجوال والليبيال، ويبقى عندك هذا الجزء الكراون معلق بس بالجنجيفا وصير بموبيليتي وينقلع. فاذا طلع التوث
إذا طلع التوث بهالطريقه لينجوالي، هذا السن معناته راح يطلع منه جزء من الليبيال سيرفيس اوف ذا روت، لان ما صاير عليه برجر كامل، فما راح يصير عليه ريزوبشن كامل، لانه دائما اذا ما صار عليه برجر واذا صار عنده جزء من الريزوبشن، مثلا سوى بريزوبشن هو مثلا هذا البيرمننت هذا البرايمري بيرمننت طخ هنا، وبعدين النوب صار تيلتنج راح هيك من الاتجاه البرايمري راح بهالاتجاه، هذا الجزء ممكن يصلح. يعني الاودنتوبلاست اكلت منه جزء وبعدين اختفى البرجر، سمنتم ممكن ينزل ويتصلح، واذا رجع مرتله طخه من هالجهه معناته راح يصير ريزوبشن. فهي عمليه ريموديلنج، يعني توث ريزوبشن وتوث ديبوزيشن، توث ريزوبشن وتوث ديبوزيشن، نتيجه شنو هو الاكتيفيتي والبرجر مال بيرمننت تيث على الروت. زين، الاربشن بالنسبه لل قلنا للبرايمري والبيرمننت انتيرير. بالنسبه لللور، اللور من نجي نشوف اللور رب العالمين من خلقه بهالطريقه، يعني المولر البرايمري بهالطريقه، وسوى دايفرجنس كلش عالي المن للروت مالته، حتى شي يسوي حتى يقعد هنا بداله منه يقعد جوا البريمولرز. احيانا هذا البرجرز يصير على روت معين باتجاه معين، وهذا الروت ما يصير ببرجرز، راح نشوف. اذا صار البرجر على تو سايد اوف ذا روت راح ينأكل مثل ما نشوفه هنا بالرسمه، راح ياكل الاتجاهين ويبدي يطلع كله كامل مثل ما نشوفه هنا بالفيديو، راح يطلع هذا البريمولرز وراح ياخذ هذا التوث يصير عليه برجر، هذا الروت يصير عليه برجر، هذا الروت عليه برجر، ونشوفه يصير بي شنو اكسفوليشن. شوف هنا اكله بالكامل، سوى ريزوبشن الا بالكامل وطلع بداله. احيانا هنا ياكل جزء منه وهذا الروت يبقى، هذا الروت اذا بقى اوكي ممكن يظل موجود عندك بالجو، وراح نشوفه راح نشوفه شلون راح يبقى عندي بالجو وليش يبقى بالجو. هو بالنورمال بروسيجر المفروض انه ياكل تو روت اوكي ويدفع الكراون ويصير باكسفوليشن ويطلع ببكانه، يعني التو روت صار نتيجه البرجر مال من مال التوث، يدفع اللي يسوي يحفز لي الاودنتوكلاس تاكل الروتين ويبدي يسوي بي ريزوبشن لحد ما يطلع ببكانه التوث البرايمري. هذا النورمال بروسيجر. اذا مو نورمال بروسيجر مثلا الكيرف كلش عالي مال البرايمري روتس، خاصة وين عندي صار عندي باللور 5، اوكي اللور 5 هو يكون سمول، بينما المولر الكيرف مال الروتات مالته عريض جدا، فلذلك التوث اللور 5 او البريمولر راح يسوي له برجل على روت واحد وزائدا الكراون، ويبقى عندي روت ريتيند، فيسموه ريتيند برايمري روت. برايمري روت بقى موجود عندي بالجو ما صار عليه برجر فظل عندي ريتينت. شلون نشوفه؟ نشوفه بهالاكس راي. مثل هاي الاكس راي اللي موجودة عندنا بالمحاضرة، شوف البريمولر طلع هنا وبقى عندي هذا الروت بالاكس راي، هذا الروت الى ثلاث شغلات، هذا الريتيند برايمري روت، يا اما الجسم يدفع للخارج وتلقاه بعد فترة يطلع فد جزء بصفه يطلع لي برا يدفع لي الخارج، فتلقى فد جزء طلع نتو عظمي كأنما عظم هو بقايا روت مال برايمري تيث بصف البريمولر، فنسوي له اكستراكشن، ويا اما انه يلتحم ويا البون ويصير فيوزد ويا البون اوكي، ويا اما يصير بي شنو لو ادنتوكلاست بعد فتره شو يسوي له ريزوبشن. فثلاث شغلات، يا اما يطلع للخارج
برا للجنجيفا ونشيله، وياما يلحم ويا البون يصير بيه فيوز او انكلوز. التو الروت من يلحم ويا البون يسموه انكلوزز، يعني شنو؟ تعظم الروت مع البون، او انه شيء يصير بيه ريزوبشن بعد فتره. اوكي، هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للروت البقع. زين، قال لك اصلا الاكسفوليشن ما يصير نتيجه بس البرجر مال البرايمري بيرمننت تيث على البرايمري تيث روت، وانما نتيجه ايضا تشينجز اخرى، وهو فاكتور مهم. ما هو؟ انت الانسان الطبيعي يكبر بالفك، يكبر زين المسلز مالته ما تكبر، مال الماستيكيشن بوكسينيتر مسل الماسيتر مسل كلها تكبر. زين الماستيكيشن فورس من هو عمره سنة نفس الماستيكيشن فورس من عمره 6 سنوات؟ طبعا لا، انما صادت الماستيكيشن فورس. زين التوث راح يكون كلش صغير، فلذلك ما راح يحمل الماستيكيشن فورس، فراح يصير نتيجة الفورس كلوزالي العالي صار على الاسنان، زائدا الفورس اللي جت عندي من البيرمننت تيث على الروت راح يسوي لي دبل فورس عليه من على البرايمري توث، وبالتالي يسوي انهانسمنت انه يصير بي ريزوبشن. من يصير بي ريزوبشن نتيجة الفورس العالية من الماستيكيشن راح يسوي له شنو؟ موبيليتي واكسفوليشن، مثل ما نشوف بهاي الصورة. باء انتبه، شوف هنا هاي الاسنان صار بيها، هاي اسنان مال طفل عمره 6 سنوات. اوكي، هاي الاسنان شوف كل الكاسب مالته كلها انتهت اختفت نتيجة شنو؟ الماستيكيشن فورس كلش عالية، بالاضافة انه نشوف هنا اكو بولزنس عالي، يعني معناته البرايمري البيرمننت تيث بدأت تسوي ضغط، فلذلك هذا التوث ما راح يبقى منه بس ريمننت، ريمننت نتيجة الماستيكيشن فورس ونتيجة الاودنتوكلاست اكتيفيتي، وبالتالي نهايته ايفنتشوالي ايش راح يصير بيه؟ شيدين. زين ينتهي مثل ما نشوف هنا، شوف هذا شلون بدا، ونشوف الاسنان يا اما تطلع هاي البيرمننت كنان اما لينجوالي ويا اما كانت بوكالي. وهنا المفروض اذا اشيل اني هسه هذا التوث واشيل هذا النسيج كله واطلع العظم القى الجوبرناكيولر كانال اللي شفناها سابقا. شوف هاي انواع الفرايتي مال الشيدين، وبعد التوث هنا شلون تتحرك بيه؟ باقي عباره عن كراون تشلب بيش بالجنجيفا، وهذا هنا هذا الكراون تشلب بالجنجيفا، وهذا البريمولر بعد جوا البريمولر جوا. اوكي، راح نشوف هنا الاكس راي، باع هاي الاكس راي، شوف شو مسوي، مسوي ريزوبشن هذا البريمولر، مسوي ريزوبشن للبرايمري مولر كله ريزوبشن انترنالي، وهذا الجزء احتمال يبقى، احتمال شيء ظل عندي ريتيند روت. اوكي، واحتمال يصير بي ريزوبشن كامل. تمام، بعض الاشياء اللي ممكن نشوفها هسه عرفنا احنا الريمننت ديسيجوس تيث ليش يضل ديسيجوس تيث، احتمال الريمننت برايمري ديسيجوس تيث روت ليش يضل عندي الروت مال ديسيجوس تيث، لانه ما يصير عليه برجر فيبقى عندي بالجو. مرات يصير عندي شنو؟ يصير عندي ريتين ديسيجوس تيث، التوث نفس البرايمري يبقى ما يوقع، ما يصير بيه اكسفوليشن نورمال، اذا عمره سنتين او المفروض يوقع ما يوقع، يبقى عندك لونج لايف، تلقاه عمره مثلا 35 سنة 36 سنة والبرايمري تيث موجود عنده. شوف هنا انا صورة مثل هاي، هذا هنا هذا سنترال بيرمننت بيرمننت، وهذا كناين بيرمننت، وهذا اللاترال اللي نشوفه هنا لونه اسود، هذا هنا انا صاير عندنا شنو هو برايمري تيث باقي. ليش ما صار؟ اذا ما اجت فورس، يعني معناتها اذا الروت ما اجا فورس اوكي ما راح يصير بي ريزوبشن، وبالتالي راح يبقى، وبالتالي ما راح يصير عندي نورمال اكسبوليشن. زين شو وقت يصير؟ قال لك اذا التوث صار تلتد جوا، تلتد يعني صار امبيدد بجهه معينه بعيد عن هذا البرايمري تيث، فمعناتها هذا التوث البيرمننت يمكن يبقى مطموط، اوكي يسموه امباكتد بيرمننت تيث، اوكي اواي من البرايمري تيث، وبالتالي البرايمري تيث راح يحافظ على نفسه ويبقى فتره طويله. بس شو يصير بيه؟ نتيجه الفعاليه مال الماستيكيشن مالته والقوه مال الماستيكيشن
ممكن انه يصير بي موبيليتي. ليش؟ لان ما يتحمل الماستيكيشن العالي. بس احيانا يبقى ليش؟ لانه اوي من الاكلوجن فيبقى عنده، فيسموه شنو؟ يسموه ريتيند برايمري تيث، يعني محافظ على نفسه. بعض الاحيان يصير عندنا حاله يسموها سبميرج تيث. شنو السبميرج تيث؟ سبميرج تيث مثل ما نشوف هنا، هذا التوث البرايمري، اوكي، نشوف البرايمري تيث هنا وبرايمري تيث هنا طالعات فولي بالاكلوجن، وهذا التوث ما طالع فولي انكلوجن، واصل ربع الاروبشن وواقف مثل ما نشوف هنا سبميرج، هنا واصل ربع الاروبشن وواقف، ما صاير فولي اروبشن، يعني مو واصل للكلوزال بلين. هاي الكلوزال بلين مو واصل. زين ليش يصير عندي هنا ما يوصل للكلوزال بلين؟ اذا اريد اشوف انه هو ليش ما يوصل عندي للكلوزال بلين، وهاي واحده من الشغلات المهمه، ليش ما يوصل عندي كلوزال بلين اثناء البرايمري تيث اروبشن؟ هو ده يبدا يصير بي اروبشن، صار عليه فورس، اكل مثلا ضربه، صارت حادثه، وقع، انضرب على هذا السن مثلا، السن الامامي انضرب عليه او السن الخلفي انضرب عليه. هذا الحادثه هو هنا الكراون من دا يطلع، اوكي، الرود دا يصير اصلا جوه، يعني الكراون من يوصل كلوزل بلين مو معناها الروت ما تكامل، وانما الروت ما كامل بعده، ممكن يوصل للفانكشن، اوكي، يدخل بالفانكشن والروت اصلا بعد ما صاير عنده ابيكس ما كامل. تبي هل اثناء يعني معناته اكو هيرس، هيرت ويجي بثير روتشيز، ضرب، صارت ضربه، الهيرس صار بيتمزق، صار عندي بليدنج بهالسايت. احنا اذا صار عندنا بليدنج ببوكان، البليدنج يجمع لي شنو؟ يجمع لي كالسيوم، مثل ما اخذناه وين بالفولس دنتيكلز اللي صير عندي بالبلب نتيجه الضربه، اللي صار عندي رابتشر بالبلد فيزلز بالبلب، وراح تجمع كالسيوم ويسوي شنو؟ فولس دنتيكلز. كذلك هنا الروت اذا صار عندي ضربه للتوث بهالمنطقه، راح يصير عندي بليدنج هنا، والروت بعد ما صاير بي كامل فورميشن مالته، ايش راح يسوي؟ راح يجمع كالسيوم، الكالسيوم راح يسوي فيوجن بين الروت وبين البون. من صار عندي فيوجن بين الروت وبين البون، معناته ما عندي بي دي ال سبيس، وبالتالي من ما عندي بي دي ال سبيس ولا عندي بي دي ال، التوث راح يوقف من الاربشن. من وقف من الاربشن ايش راح يسموه؟ يسموه التوث الطاموس سبمرج، الطاموس باللثه سبمرج، ما راح يطلع فولي كلوزر. ليش؟ لان انكلوز الربط عندي هذا الروت مع البون، بقى هنا المفروض اكو بي دي ال سبيس، بقى هذا البي دي ال سبيس، هذا ماكو بي دي ال سبيس، سمنتم زائد بون فيوزد انكلوز توث، يسموه سبميرج توث ديو تو تروما ديورينج توث ديفلوبمنت او ديورينج توث اربشن، ديورينج توث اربشن، اوكي، ليدنج تو بليدنج، بليدنج ليد تو كالسيوم اجريجيشن، كالسيوم اجريجيشن هو ليد تو فيوز اوف سمنتم ويامن ويا البون، سموه سبميرجد. وبالتالي محاضرتنا لليوم تنتهي، واشكركم، وان شاء الله بقت عندنا محاضرتين، محاضره عن السليفر جلاند ومحاضره عن المكزيلر ساينس، ونخلص. رجاء اخواني، رجاء اقروا، ولازم نسوي لكم فد امتحان بعد مده حتى نهيئكم للامتحانات الفاينل. شكرا جزيلا.